مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة بالمجان أتت ثمارها سريعاً، فسرعان ما تكاتفت وزارات مختلفة وجمعيات خيرية مع وزارة الصحة من أجل تحقيق ما تهدف إليه المبادرة. أسابيع قليلة هي عمر هذه المبادرة التي أسفرت حتى الآن، وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والسكان بشأن كشف حساب أول شهر من مبادرة الرئيس في قوائم الانتظار خلال الفترة من 18 من يوليو حتى 16 من أغسطس، إجراء حوالي 8759 عملية جراحية من أصل 21691 مريضا مسجلين بقاعدة بيانات المبادرة حتى الآن، بتكلفة تقدر بحوالي 271 مليون جنيه، وذلك في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة. لقيت الإعلان بتحفى على التلفزيون واتصال، قالوا لي تعالي هات الأوراق اللي وياك وتعال، كل اللي ربنا بيعينه عليه بيعمله الرئيس. لك قرار انتظار في مستشفى دار الشفاء، قلت بقى تتفضل تروح مستشفى الحلمية العسكري، قلت حاضر. رحنا الاستقبال وقاموا كل شيء وكل حاجة خير إن شاء الله، واتحجزت. الخدمة اللي هنا اللي شفتها يعني بصراحة ممتازة ممتازة ممتازة. جت مبادرة الرئيس السيسي، فرحت ابن رحم قدمني فيه، كتب رقمي واسمي، ما فاتش تاني يوم بقى لقيتهم بتصلوا بيه بقولوا توجه المستشفى الجلال للقوات المسلحة. فاجيت على هنا الحمد لله وكل حاجة ماشية مية مية الحمد لله. ولما شفنا على الخط الساخن الرقم بتاع وزارة الصحة اتصلنا عليه، وخلال أيام لقينا المستشفى هنا بتتصل علينا وبيحددولنا ميعاد اللي هو النهاردة، وده أحسن قرار سمعته من رئيس جمهورية مسك مصر. أنا عمري 70 سنة. قالوني تروح المستشفى العسكري بعد الجيش دلوقتي، ما بيش مصدق نفسي من فرحتي، حسيت ان انا خفيت. جيت المستشفى وعمو لازم على اكمل وجه. تصدرت عمليات القلب قائمة أكثر التدخلات الطبية التي تم إجراؤها سواء على الناحية المادية أو في عدد العمليات نفسها، وذلك في تخصصات كل من جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والقسطرة القلبية التداخلية والقسطرة القلبية التشخيصية. وحسب التقرير تأتي جراحات تغيير المفاصل في المرتبة الثانية من حيث التكلفة المادية للمبادرة، يعقبها زراعة قوقعة الأذن للأطفال، واحتلت جراحات المياه البيضاء المرتبة الرابعة في قائمة التدخلات الجراحية في مبادرة الرئيس. ويعمل المشروع على بناء أكبر نظام إلكتروني لتسجيل المرضى المنتظرين للتدخلات الطبية الحرجة في جميع مستشفيات الجمهورية، وهناك ثلاث طرق يتم بها الوصول للمريض، إما بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو تتصل المستشفيات بالمريض ويتم تحويله بشكل سريع إلى مستشفى لإجراء الجراحة الخاصة به خلال 48 ساعة. وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة ورعاية المصريين باعتبارهم أساس البناء والنهضة، وجه بالاستمرار في تنفيذ منظومة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك للتصدي لظهور قوائم جديدة، وتمهيدا لتولي المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل مسؤولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة. عمرو موسى، نهاية الأسبوع.